الاكتشافات الأثرية لبيروت تظهر الواحدة بعد الأخرى وآخرها في وادي أبو جميل. الاكتشافات الأثرية بوسط بيروت لا تتوقف، ولكن للأسف لا نراها، بل نرى مكانها أبنية حديثة شاهقة. وآخر الاكتشافات برز بوادي أبو جميل. اكتشفنا ما يسمى بسباق الخيل الروماني تبع مدينة بيروت. هالمدرج يشبه مدرج سور الروماني، ولكن الفرق أنه بقلب العاصمة كمدرج روما والقسطنطينية. اكتشاف مهم من ناحية الأثار أنه معلم من معالم بيروت الرومانية عم نكتشفه، اللي هو سباق الخيل أو ميدان الخيل الروماني ببيروت. نرجع بعد نهاية الأشغال فينا نرجع نشوفه مدرج روماني مثل الموجود بسور؟ في مجال، لأنه كل العناصر المعمارية موجودة عندنا. الحفريات المستمرة من 5 أشهر كشفت عن معالم متكاملة لمدرج روماني يعود إلى الفترة الواقعة بين سنة 70 وسنة 250 بعد المسيح. العواميد قلبوا من محلاتهم، يعني بنقدر نعرف بالتحديد من وين قلبوا، وبنقدر نعرف كيف الفوليوم تبع أو الحجم تبع كل إذا بدك تقول العناصر الهندسية تبع هالمدرج الروماني. الاكتشاف يقع على أرض ملك سوليدير، فماذا سيحل فيه؟ هل سيتحول إلى صور ستنضم إلى كتاب بينشره عالم الأثار الهولندي اللي جمع على مدى 13 سنة ببيروت صور عن أثار نقبت والأعمار ردمة أو محا أثرها؟ It would be great to get elements of this site in its surrounding in the Wadi Abu Jameel, so future visitors to the Wadi Abu Jameel can walk around and see all kinds of elements of the site, and that doesn't have to be all kept on site. هون في عنا حلول، ما نشوف شو الحل الأنسب. مثل ما قلت لك، لنحافظ على القيمة الأثرية والتاريخية للمكتشفات، وبذات الوقت ما نكون نحن عم نتعرض كمان كتير مع التطور العمراني لبيروت. بس في حال القيمة الأثرية طغت بدنا نتصرف وفقا للقيمة الأثرية. هالموقع هو رقم 177 بالمواقع الأثرية بوسط بيروت اللي تم التنقيب فيها. من 177 أقل من 5 تم المحافظة عليهم. ممتلكات الشعب اللبناني الأثرية تم تدميرها بالكامل، ومن أهمها المدينة الرومانية البيزنطية القديمة بكل معالمها تم تدميرها، الطريق الروماني القديمة، وأيضا جزء من الحمامات الرومانية القديمة. فهل الضمير السياسي والوطني سيتحرك وسيتم المحافظة على هالموقع اللي هو من أهم المكتشفات الأثرية الرومانية بوسط العاصمة بيروت؟ سؤال برسم كل مسؤول بيقول أنه بحب لبنان.